أكثر من 1200 خطأ معرفي ولغوي في الكتب المدرسية الجديدة، تفسيرات خاطئة وتعريفات ناقصة وعبارات ركيكة. ذلك ما كشفت عنه دراسة علمية للأستاذ الباحث عبد الكريم مليزي من ولاية سطيف. وقفت على أكثر من 1200 خطأ منهجي ومعرفي ولغوي على غرار تفسير خاطئ لقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، في كتاب التربية الإسلامية للسنة الرابعة ابتدائي. وفي كتاب التاريخ للسنة الثالثة ابتدائي جاء أن رواية فيها أن الإنسان تحول إلى حيوان بفعل غضب الآلهة عليه. فضائح لغوية عديدة لا يكاد يخلو منها كتاب في الطورين الابتدائي والمتوسط. في كثير من الأحيان نجد أن المفعول به يأتي مرفوع والفاعل منصوب والمضاف إليه مرفوع، وهناك الكثير من الأخطاء اللغوية الشائعة التي كانت كذلك منتشرة بكثرة في الكتب. فمثلا نجد عبارة: ذهب مالك مع صديقه في أحد الكتب. الأستاذ قدم العام الماضي دراسة تضمنت 500 خطأ، وعوض أن تستدرك الوزارة هذه الأخطاء أعادت طبعها كما هي. في السنة الماضية كشفت عن أكثر من 500 خطأ في كتب السنة الأولى والثانية ابتدائي والأولى متوسط، وكنا نتمنى استدراك هذه الأخطاء، لكن الأخطاء بقيت نفسها في الكتب. إذا كان الكتاب المدرسي بهذا المستوى، هل يحق لنا أن نحاسب التلميذ ونلومه على تحصيله المعرفي واللغوي؟